مضت سنين مو هيك أسماء؟ إيه مزبوط. تفضلي. تفضل تعالي قاعدة. مثل ما أنا شايفة أنت ما غيرتي شي بهالبيت. رح جهز لك التخت تبعك، بلكي بتنامي وبيرتاح راسك. الراس ما بيرتاح غير بالقبر يا أسماء، بس بالقبر. لا تتسرعي يا عزيزة، لازم تنتبهي على خطواتك وخططي منيح مشان توقفي بوش اللي عم يحاولوا يخلوك تفشلي، ومشان تقدري توصلي لهدفك يا عزيزة. بالأول رح أتخلص من العدو يلي جوات بيتي. ريان، انتي رح تنقلعي وتروحي لعند هديك العيلة يلي على أساس هنن عيلتك. ميران شال أوغلو، الشي اللي رح أساويه فيك رح يخليك تغرق بالحقيقة يلي أنا بدي إياك تكتشفها. رح تجي لعندي وتبوس إيدي وأنت مقهور. أنا حلفت هاليمين ما رح أموت قبل ما أشوفك وأنت عم تقتل أبوك هازار شاد أوغلو برصاصة قوصته إياها بسلاح حكي.